هذا الأسبوع ونستهله بأبرز العناوين. الحكومة تمدد من جديد حالة الطوارئ إلى غاية العاشر من شهر مارس المقبل. المدير العام للأمن الوطني يوقف مؤقتا مسؤولا أمنيا بسبب التلقيح. تعيين صفا أمجار مديرا لمديرية الاتصال والعلاقات العامة بقطاع الاتصال. توقيف ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. المنتخب المغربي المحلي يتأهل إلى نهائي الشان. إليكم التفاصيل. قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية التي دخلت فيها بلادنا بسبب جائحة كوفيد-19، وأثناء انعقاد مجلس الحكومة الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قرر تمديد حالة الطوارئ إلى غاية العاشر من شهر مارس المقبل لسائر أرجاء التراب الوطني لكبح تفشي فيروس كورونا. وتقول الحكومة إنها واعية بأن هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة في تصريح سابق بالقول: لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء، وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات. أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، وذلك بعد ثبوت استفادته من عملية التلقيح الخاص بوباء كوفيد-19 رغم عدم استيفائه لشرط السن المحدد من طرف السلطات المختصة. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنه تم فتح بحث دقيق في هذه القضية لتحديد الظروف وملابسات استفادة هذا المسؤول الأمني من الجرعة الأولى من التلقيح رغم عدم توافر شرط السن المحدد فيه، إذ لم يبلغ بعد سن 45 سنة الذي تشترطه السلطات العمومية، علاوة على رصد وتحديد كل الاختلالات المحتملة التي قد تكون سهلت ارتكاب هذا التجاوز المهني. صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس على تعيين السيد مصطفى أمجار مديرا لمديرية الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال. وجاء تعيين مصطفى أمجار بعد تجربة ركمها لسنوات عديدة على رأس عدة مناصب بمديرية الاتصال والعلاقات العامة، وكذلك مديرا لها بالنيابة بعد إحالة المدير السابق السيد عبد الإله التهاني على التقاعد. وتنصب اهتمامات أمجار البحثية على قضايا الإعلام والاتصال وقضية الصحراء المغربية، ويعد من خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وحاصل على دبلوم الدراسات الدولية من معهد الدراسات الدولية بمدريد الإسبانية. أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأربعاء قراراً بتوقيف ثلاثة قضاة عن مزاولة مهامهم في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد تورطهم في إطلاق سراح رئيس الودادية السكنية أتلانتيك بيتش وأمين مالها اللذان تمت إدانتهما بعشر سنوات سجنا لكل منهما، وذلك على خلفية قضية تبديد 25 مليار سنتيم وعدم تسليم الشقق لأصحابها وظهور مجموعة من الاختلالات التي شابت أشغال البناء. وخاض المتضررون وقفات عديدة أمام محكمة الاستئناف استنكارا على تمتيع رئيس الودادية بالسراح. واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الأحكام التي نطقت بها الهيئة القضائية المسؤولة عن متابعة ملف الودادية المذكورة سابقا بمثابة خطأ جسيم، وذلك بعد استنادها على مقتضيات الفصل 97 من القانون الأساسي للقضاة.
وبشرت المفتشية العامة أبحاثها لتحديد ملابسات حكم القضاة الثلاثة القاضي بإطلاق سراح المدان في قضية ودادية أتلانتيك بيتش، وذلك من خلال الاستماع إلى هواتفهما الشخصية لتحديد ما إن كانت هناك أي محادثات قبل النطق بهذا الحكم تربط المدان أو أي شخص من طرفه بالقضاة الموقوفين. فاز المنتخب المغربي المحلي على نظيره الكاميروني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على ملعب ليمبي ضمن الدوري نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا للمحليين لسنة 2021. وسجل رباعية المنتخب المغربي كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 29 وسفيان رحمي في الدقيقتين 44 وعلي بامعمر في الدقيقة 81. وقدم المنتخب المغربي حامل اللقب مستوى رائع أمام نظيره الكاميروني البلد المضيف ليتأهل أسود الأطلس إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، ويضربون بذلك موعدا مع منتخب مالي الذي تأهل على حساب غينيا للنهائي. حصادنا الإخباري بلغ نهايته، لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل. أطيب المنى.